ايه يا حسن؟ ايوه فاتن، امك فين؟ في ايه ماما؟ ليه؟ اخلصي يا فاتن، قولي امك فين. موجوده هنا، بس انت مالك؟ صوتك في ايه؟ ايه ايه يا بنت مالك؟ الحقني يا عاطف، الراجل مات ولا ايه؟ خير يا عفاف، ما تقلقيش. معلش، ازاي يا ام حسن؟ بيقولوا خد مطوه في بطنه وجبت من المستشفى. انا هنزل بعد شويه واحكي لكم كل اللي حصل. يعني الواد كويس ما فيهوش حاجه؟ الحمد لله، الحمد لله زي الفل وكويس، وهنوزع شربات على روحه. ايه؟ على سلامته قصدي يعني. بس معلش، ممكن بس شويه كده عشان في موضوع عائلي حساس جدا. بس يا بنت عيب كده. ايه يا بنت؟ باي باي يا كريم، باي باي يا عفاف، باي باي يا عتريس. يا قمر يا اختي عليه، حضري الشاي يا بنت. ايه قله الذوق دي يا بنت يا فات؟ ازاي تطرد اصحابي وحبايبي يا بنت؟ الله، في حد هنا؟ حد مين؟ ابو الروس مشي؟ في ايه يا بنت؟ انت اتجننتي؟ ما انا هتجنن فعلا. في يا بنت مالك؟ عارفين الست مرات جابر طاحون؟ اه، كتبت شيك لماما ب 200,000 جنيه. كم؟ مين اللي قال لك يا فات؟ حسن لسه مكلمني والشيك في جيبه. لا لا، انا مش هقبل الفلوس دي خالص يا ولاد. نعم. ليه يا ماما؟ عشان ده الصح يا خالد. صح ازاي يعني يا ابو خالد؟ انت ايه اللي قومك وانت عيان؟ من الفرحه، الفرحه هي اللي قومتني. اللي انت عايزه تضيعيها يا ماما؟ انت عايزه تجننيني؟ لا، انا بحفظ كرامتك، بحفظ كرامتكم يا ولاد. وهو فين جرح الكرامه بس يا ست الكل؟ الراجل عايز يشكرك وبيرد الجميل. الله، وهو رد الجميل بالفلوس؟ يعني انت لو لقيت واحد غرقان وانقذته يجي يحط في ايدك 100 جنيه يديك الثمن يعني؟ هي دي لغه رجال الاعمال يا ماما، كلمه الشكر عندهم ورد الجميل بيترجموها لفلوس، ولا بيعتبروها صدقه ولا حتى اهانه. اهو ده الكلام. وبعدين هو انت لو مليونيره كان هديك يعني 200,000 جنيه؟ يا ماما عشان خاطري والنبي، والنبي انا عمري في حياتي ما شفت 10,000 جنيه على بعض كده. وبعدين ال 200,000 جنيه دول بالنسبه له اصلا شويه فكه. اه والنبي يا ماما، ده 200,000 ده رقم كبير، ده 100 زائد 100. والنبي يا ماما عشان خاطري، ما دي فلوس كتير قوي قوي. والنبي والنبي عشان خاطري. طيب اهمدوا اهمدوا اهمدوا. طيب طيب يا ست الكل يا قمر انت. Hehehe